التلات علب دول كانوا امبارح مليانين زغاليل، زغاليل لبا، زغاليل صغيرة، اللي هو الأستاذ أحمد باع الحمام. لما الأستاذ أحمد باع الحمام طبعا الزغاليل فضلت الزغاليل اللي هي اللبا، اللي هي من عمر يوم لعمر 3 أيام وأربعة أيام وكده، يعني مش هيعرف يتصرف فيهم. فقال لي خدهم، اللي عايز حاجة نديهم له. أنا عملت بث مباشر امبارح، لكن للأسف ما طلعش كويس الصورة، لأني كنت شغال من باقة الموبايل، كانت موصل واي فاي، فطبعا الجودة ما كانتش قد كده، أو الصورة ما كانتش واضحة يعني، لكن ما فيش عيب في التصوير ولا حاجة. هوضح بقى النهاردة اللي حصل امبارح ايه بالظبط، لكن أرجوك اعمل لايك، اعمل لايك عشان الفيديو يوصل لمعظم المشاهدين. ثلاثة علب دول كانوا مليانين، وأنا كنت متفق مع كام واحد إن هم يستنوني في دمياط إن هم ياخدوا الزغاليل. فأنا رجعت تقريبا قبل الفطار، مشيت من عند الأستاذ أحمد بعد العصر، يعني كنا بين العصر والمغرب على ما وصلت هنا. فطبعا الزغاليل كان لازم اتصرف فيها، في اللي خد زغاليل وفي اللي لسه قال لي ان هو هيجي بكره. فانا اتصرف ازاي؟ هسيب، لو سبت الزغاليل في العلب هتموت من البرد ومش هتاكل، وبدي انا اكلها يدوي، وشغلانه كبيره قوي، وكان العدد كبير، فكنت لازم اتصرف. كنت اعمل ايه؟ تعال نشوف الزغاليل. هنا كان ده فائز تحته زغلول واحد، وانا حطيت لهم اتنين. طبعا انا عندي حمام زاجل اهو، لو شفنا الزغلول ده زاجل، انا عارفه من منقار، والمنقار الاسود ده زغلول زاجل، اما منقار اللحم المنقار الابيض ده، تمام العظم بتاعه يعني، اهو حطت لها اتنين. فبسم الله ما شاء الله اكلهم، كانوا جايين جعانين جدا. والاستاذ احمد انا قلت له ده الزغيل دي جعانه وبردت، او هو كان حاططهم في الفقاسه يعني مدفيهم، بس كانوا بردوا مني على بال ما انا جيت هنا وصلت بيهم في العلب يعني. لكن بسم الله ما شاء الله اكلوهم اهو، اكلين رغم مش قوي يعني، بس اكلين. فهم واحد اكل بزياده والتانيين مش اكلين قوي بس اكلين يعني. فانا برضو هتابعهم على ما حد يجي ياخد، اللي هو الناس اللي متفقه معايا ان هي تيجي تاخدهم، هيجوا ياخدوهم النهارده. بس هتابعهم ازاي بقى؟ لو لقيت واحد مش اكل خالص هنقله ابدله مع واحد زيه، مش هسيبه مع واحد كبير. الطريقه اللي انا عملتها قبل كده، وهقول لك برضو عملت ايه تاني. الغريب بقى، الغريب اللي انا طبقت النظريه بتاعت الاستاذ احمد اللي هو متعلمها من جماعه التايلانديين. طيب هنشوف هنا، ده كان تحته بيض، شوف المفاجأة اللي هي الأستاذ أحمد قال عليها، ده كان تحته بيض، والبيض كان قدامه 3 4 أيام عم يخس. فأنا شلت البيض، وهقول لك برضه هوري لك البيض، هتقول لي ما أنت وديت البيض فين؟ أنا ما رميتش البيض ولا حاجة، أنا حطيت لي دول زغاليل أكلهم امبارح كويس قوي، لكن هم النهاردة جعانين، أول ما حطيتهم أكلهم وشبعوا تمام التمام، لكن النهاردة جعانين. هم تحتهم زغلولين، هشوفهم برضه. أنا دلوقتي مأكل الحمام وهستنى عليهم شوية، دول يمكن أكبر شوية، استنى لهم شويه، لو ما اكلهمش هروح برضو ايه ابدلهم مع حاجه تانية. هتقول البيض فين؟ شوف انا عامل ايه، شايف المنظر ده؟ عشان ايه؟ انا بستنى لما الناس اصحاب الحمام ياخدوه. لكن انت هتقول لي طبعا كده كتير، اه طبعا كتير، هو كفايه ثلاثه، لكن انا ايه بعملهم كده على ما حد ياخد، المهم ادفي البيض مؤقتا على ما حد ياخد الزغاليل. وعلى فكرة يا جماعة مدفين البيض، لان البيض معمول له حفرة كده زي ما حضرتك شايف، البيض نازل فيها، فمش سهل جدا ان الاهالي ترقد على الست بيضات، فمدفينهم يعني. هنا برضو حطيت لي دي 3 زغاليل، خليت تحتها 3 واكلين ما شاء الله. وحطيت هنا برضو عدد من الزغاليل، شوف هنا حطيت كام، بسم الله ما شاء الله مأكلهم حلو ما شاء الله. دي قايمة بالتلاتة بسم الله ما شاء الله قد بعض، ولونهم كمان بيدل على كده، لونهم الأحمر ده. نرجعهم تاني ما شاء الله. اليوم فرق يا جماعة، كانوا امبارح وضع تاني، لما كانوا جايين جعانين، لان الناس اللي جم استلموا الحمام من الاستاذ احمد كانوا جايين لهم الصبح، وانا على بال ما جبت الزغاليل كنا بقينا يعني قبل المغرب بشويه، فكانت الزغاليل دي جعانه جدا، وده اللي ساعد الحمام ان هو ياكلهم. الزغلول لما يكون جعان هو اللي بيطلب الاكل من الاهالي، فبيعين من قاره كده، فالاهالي بتحن عليه وتاكله بسرعه. هنا كمان حطيت زغاليل، دي كان تحتها بيض قرب يفقس، هو كان قدامه 3 4 أيام عشان يخس، فأنا حطيت لها أهو زغاليل، هنشوفهم كده بسم الله ما شاء الله، ما
مأكلاهم. طب ده زغلول لاحم وزغلول زاجل. ايوه انا عملت كده عشان اشيل اوسع مكان الزاجل، عشان احط كل مقاس جنب بعض قد بعضه، احط كل حجم قد بعضه بالزغاليل. ودي برضه اشوف لها لو زغلول جعان تاني في مكان تاني اجيبه واحطه لها كمان. هي مأكلاهم ما شاء الله. شفت حنيه اللحم؟ طالما هي مأكلاهم كده، لو لقيت زغلول في نفس الحجم كده وجعان هجيبه لها كمان، ولو حتى اتنين هجيبه لهم. خلي الاتنين دول يبقوا تلاتة او اربعة، مفيش مشكلة طالما هي بتأكل اعمل كده. طيب الحصى بتاع ديت وديته فين اللي هو كان قرب يفقس؟ هقول لك اهو. القص اللي فوقه ده برضه لحم اهو، بسم الله ما شاء الله. نفس العمر تقريبا، عمر البيض. شوف انا حاطط لهم قد ايه اهو، ما شاء الله 5 بيضات. بس هو مفيش تحديق كفايه، احط لهم شويه تحديق دلوقتي عشان البيض ما يتدحرجش ويبوظ. بقوا 5 بيضات لحد بقى ما اتصرف في الزغاليل، الناس تيجي تاخد زغاليلها وابقى اشوف هعمل ايه في البيض مره تانية. شوف هنا برضو عملت ايه في البيض. شوف دي بقى تحتها كام بيضه اهو، 4 بيضات ما شاء الله. هنا كمان، هنا كام بيضه، شوف كده دي كام بيضة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. برضو هنا 4 بيضات علشان إيه؟ نعرف نتصرف، لأن أنا ما كانش قدامي وقت إن أنا أكل والكلام ده. وطبعا تأكيل الأهالي أفضل بكتير بكتير من التأكيل اليدوي ومهما تأكل. طيب الزغلولين اللي مش أكلين دول كويس، أنا شايف دول مش مأكلينهم كويس، هعمل إيه؟ أخد الزغلولين بالشكل ده أهم، أحطهم في ايدي، احطهم هنا، دول بياكلوا كويس. اخد دول بيعضني، اخد دول واسيبهم، واخد دول ارجعهم للي هو مش مأكل، دول ياكلوهم مره، وبعدين نبقى برضو نتابع ونشوف هيحصل ايه بعد كده. هم اللي هم اكلين جبتهم في ايدي اللي هم اكلينهم، ارجعهم للي مش بيأكل كويس ده. على فكرة وممكن اول يوم كده ما يأكلش ويرجع يأكل تاني يوم، فاحنا بنتصرف في الحكاية دي التبديل علشان كده. وممكن النهاردة ما يأكلش لكن بكرة يأكل عادي، فانا بدلته كده، ممكن اصبح لايه مأكل احسن من التاني، ده عادي يعني، ما تقلقش من الحكاية دي. دول ما شاء الله اكلين، رغم ان هم 3 زغاليل اكلين ما شاء الله كويس. منظر الزغاليل وهم اكيد نايمين تحتها، منظر الزغاليل طبعا من قرهم ناحيه الراس مستعدين للاكل، ولكن هم شبعوا وناموا خلاص. امبارح برضو الحمامه دي كان تحتيها حصى، كان تحتها 3 بيضات، شلناهم وحطينا ليها 3 زغاليل اهم ما شاء الله مأكلاهم، ما شاء الله اكل كويس. بسم الله ما شاء الله 3 اكلين. هي كده مطلعه في الارض، على فكره دي معاها زغاليل، زغاليلها كبار يعتبروا اعتمدوا على نفسهم، لكن لسه برضو بيجروا ورا ابوهم وهم سايبين هنا. ده زغلول من زغاليلها ما شاء الله زغلول، لكن طبعا التانيين مشهم، لكن هم برضو واقفين جنب اهاليهم اهو. حطيت زغليل هنا كمان، تعال نشوف الزغليل اللي حطيتها هنا. دي كان تحتها زغلولين، دي كان تحتها زغلولين، فانا حطيت لها كمان 2، ده زاجل وده كمان زاجل، ده كبر شويه عنهم وده زاجل ما شاء الله اكلين اهو يا جماعه. ده الرابع اهو زاجل، بسم الله ما شاء الله مأكلين الـ4 ما شاء الله تبارك الله. خلاص فاحنا هنتابعهم بالشكل ده، 4 اهو يا جماعه، عشان الناس بيقول لك 3 كتير الحمام مش بيأكلهم. مش كل الحمام، المهم ان انت تتابع، مش كل الحمام، المهم ان انت تتابع. هنا كمان اهو حاطط لها زغاليل، اشوف انا حاطط لها كام زغلول والله ما كنتش فاكر. ما شاء الله تاكل
وهنا شوم واحد صغير ده، هم كتير عليها برضو. وده أكل يعني كنت حاطط خمسة، كنت حاطط خمسة، ده طبعا خمسة كتير زي ما حضرتك شايف، خمسة كتير. بس أعمل إيه بقى، ما كنتش ساعتها والله أكل شوية برضو، سبحان الله. شوف رغم إن هم خمسة والله أكل، لكن أكل أهو، بس هو قليل شوية عن غيره. يعني هنشوف ده مثلا أكل حلو قوي، وده أكل، وده أكل، وده أكل، يبقى هو اللي ضعيف شوية ده، بس أكل يعني. بس هو طبعا خمسة كتير، فأنا دلوقتي أخفهم شوية. اللي هيجي ياخد دلوقتي هنحاول نخليهم اتنينات أو تلاتات على قدر الإمكان، على قد الناس اللي هتيجي تاخد زغليلها يعني. طب هنا أنا عامل إيه؟ شوف كده، أنا هنا كنت عامل إيه؟ شفت يا جماعة البيض اللي أنا شلته، البيض اللي بشيله وجمعته عملته كده أربعات زي ما حضرتك شايف كده. وهنا برضو عملت تلاتات أهو، ما شاء الله حلو، آكل كويس، وده برضو آكل ما شاء الله، وده آكل بس كبر عنهم. ده اللحم ما شاء الله بس كبر أكتر من إخواته، الله المستعان بقى، وربنا يعيننا على اللي يتبقى. بس نرجو من الناس اللي هي كانت عايزة زغاليل إنها تيجي تستلم زغاليلها بسرعة، علشان لو عندهم بس اللي ياخد حاجة يكون عنده الحضان بتاعها اللي أكلها يا جماعة، عشان دي روح خسارة. حرام حرام ان احنا ناخد حاجه زغليل من دي والاهالي ما تاكلهاش وما نعرفش نتصرف فيها ونسيبها تموت. لو مش هتعرف بلاش تاخد، سيبهم للي يعرف يتصرف فيهم او يكون عنده الحضان بتاعهم يعني. في النهايه بنشكر الاستاذ احمد على الهديه اللي هو هداها لنا، الزغليل اللي هي صغيره، وكان بنشكره على الزغليل الهديه دي، ونقول له ربنا يبارك لك. الحمد لله الحمام بتاعه اتباع، والناس كمان التانية الفيديو التاني اللي هو بتاع الحمام برضه حمامهم اتباع، وصورنا كمان فيديو جديد اللي هو بعنوان كنز مزرعة حمام لاحم ورومي في دمياط. فعلا كمية كبيرة. اللي عايز حاجة يشوف الفيديو اللي هو بتاع بيع الحمام ده. أرجو يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.